في إطار حربها الجغرافية والديموغرافية على مدينة القدس، تسارع السلطات الإسرائيلية الخطى بالدفع مجددا بمشروع قديم يتضمن بناء مستوطنة جديدة على أراضي مطار القدس الواقع في منطقة قلنديا، ستكون الأولى على أراضي مدينة القدس منذ أن صادقت سلطات الاحتلال على مستوطنة هار حما التي أقيمت على جبل أبو غنيم عام 97. الجانب الإسرائيلي لديه استراتيجية واضحة بهذا الاتجاه، ولماذا الإعلام في هذا الوقت؟ هو يريد أن ينهي شيء اسمه القدس العاصمة للدولة الفلسطينية، والمطار هو جزء من هذه العاصمة، وبالتالي البناء الاستيطاني لديه ثلاث أهداف استراتيجية. الهدف الأول هو القضاء على المطار بشكل نهائي وإقامة المستوطنة، الثاني إقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي، ثالثا إقامة سد استيطاني واسع يفصل منطقة شمال القدس عن المنطقة الموجودة جنوب مدينة القدس، بمعنى التجمعات السكانية خلف الجدار وأمام الجدار. يرجع عمر المشروع الاستيطاني إلى عام 2004، وعاد ليطفو على السطح بالترويج لبناء 10,000 وحدة استيطانية على 900 دنم من أصل 1,200 دنم، المساحة الإجمالية لأراضي المطار الذي احتلته سلطات الاحتلال عام 67 وأغلقته عام 2000 بعد أن خصصته للرحلات الداخلية. له تأثيرين رئيسيين، التأثير الأول هو القضية الديموغرافية، وهو الجانب الإسرائيلي الذي يبحث فيه 12% عرب و 88% يهود، بمعنى أنه الإسكان اليهودي والتركيز الاستيطاني في هذه المنطقة. الأسلوب الثاني وهو السيطرة على الأرض، بمعنى أن الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يسيطر على الحيز في هذه المنطقة بشكل نهائي ودون أن يكون هنالك أي اعتراض باعتبار أن هذه أراضي دولة، وفي نفس الوقت هو أيضا يريد أن يخرج سكان فلسطينيين ويدخل مستوطنين إسرائيليين ضمن البرنامج الإسرائيلي الواضح تماما الذي يطرح الآن، وهو قضية تقليص الصراع. المخطط الاستيطاني القديم الجديد ينضوي على خطر جديد يهدد حل الدولتين، فالمستوطنة في قلب التواصل الإقليمي الحضري والجغرافي الفلسطيني بين القدس الشرقية والمناطق الأخرى شمالاً، وتنفيذه يعني توجيه ضربة قاسمة لإمكانية قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما تنشده دولة الاحتلال بمستواها الرسمي وأحزابها على مختلف ألوانها. ليالي عيد، القدس.